السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلابي الأعزاء في المحاضرة الثالثة من الشابتر الخامس How to write a scientific research paper. في آخر محاضرة كنا بنتكلم على review of literature، لكن بعد review of literature ما بتيجي الميثود أو الميثودولوجي، دير بالك، بتيجي شيء بنسميه الديزاين itself، الديزاين للبحث قبلك، البحث تاعك قبل ما تتطرق للميثودولوجي. هاي حال الآن احنا كنا بنصنف الأبحاث العلمية بالنسبة للتخصصات العلمية الهندسية الطبية whatever science. ما في عندنا شابتر أو شابتر بالنسبة كثيسس ميثودولوجي شابتر أو ساكشن scientific research paper، أنه في عندي ساكشن اسمه methodology، ولكن هذه الميثودولوجي موجودة فقط بساكشن في التخصصات الأدبية social science political science education. طبعا موجود ساكشن هنا فيها، وموجود شابتر بالثيسس تاعت الماستر أو الدكتوراه. شابتر كامل هو شابتر الميثودولوجي، بغض النظر ترتيب الشابتر يكون الرابع أو الخامس حسب الثيسس اللي بنتكلم عنها. بالنسبة للتخصصات العلمية الميثودولوجي هنا، احنا عادة أغلب تخصصاتنا اللي بنشتغل عليها التخصصات الهندسية بنشتغل quantitative research، وهذا ضمن المفهوم الميثودز اللي بنستخدمها. زائد انه لما نتكلم على الميثودولوجي بدك تحط الانسترومنتس التولز اللي استخدمتها سوفت وير اللي استخدمتها، اي حال حنيجي لها. بس قبل ما نروح للميثودولوجي في شغله سابقه تسبق الميثودولوجي وهي بتيجي بعد الريفيو ليتريتشر، هو تصميم البحث تاعك. البحث مشكله البحث بدك تشتغل انه تبين السوليوشن تاع بحثك التصميم. الآن بالتخصصات العلمية نيجي خلينا نصنف بين اثنين. في التخصصات العلمية الهندسية تاعتنا قبل ما بعد الريفيو في تريتشو بتروح للديزاين تاع البحث تاعك. فأحيانا انت احنا بنتكلم ساينتفك او بنتكلم دير بالك بنتكلم على ساينتفك بيبر او بنتكلم على حتى ثيسس كمان دير بالك. فأحيانا انت قبل ما تتطرق مناقشة الديزاين تاعك بتحتاج احيانا لمناقشة things related to that design. زي لما نشوف في البحث الامامي هنا، نشوف البحث الامامي هنا احنا اخر section كان هو related work، هو عادة بكون section الثاني. وفي الثيسس بيبقى عبارة عن related work او review of literature بيبقى الشابتر الثاني، ثم بننتقل للديزاين تاعي. ولكن في البيبر هذه الموجودة امامي ما انتقلنا للديزاين مباشرة، لانه احنا بدنا some feedbacks about the things we are working in. انا بشتغل هنا في البحث هذا على شغلة بنسميها random waypoint model. اذا قبل ما اروح للتصميم والبروبوزال للنيو موديل اللي انا مقترحه، بدنا ان رحت related things regarding that random waypoint model. وسمينا هذا السكشن بستوكاستيك بروبرتي لراندوم waypoint mobility model، الراندوم waypoint model. الستوكاستيك تاعه البروبرتي تاعتها هنا شرحتها، هنا تم شرحها كما هي كما موجود بال existing literature تاعتي، existing literature الموجودة بناء على some references دير بالك، ثم كما هي. ثم بعدين رحت لمين؟ رحنا ل الموديل تاعي اللي انا عامل له proposal، الديزاين تاعي هو بال random waypoint model. هما بيستخدموا uniform distribution، وانا بينت المعادلات كاملة وكل البروبرتي اللي لها علاقة في اليونيفورم ديستريبيوشن. ثم
هنا بدي أشرح الديزاين تاعي نفسه. أنا هنا مقترح الراندوم واي، راندوم واي بوينت موديل تكون از جاما، الديستريبيوشن تاعها يكون جاما. لهذا السبب بلشت بشرح الآلية الجاما كيف حنستخدمها، كيف بدي أعمل جنريشن للوكيشنز للديستانس اتسترا. ثم بلشت أعمل البروف ريدنج، سوري مش بروف ريدنج، الثيوريتيكال ماثيماتيكال درايفيشن، لأنك أنت لازم برضو خلف السيميليشن، خلف السيميليشن، السيميليشن حنيجي له بالشابتر بالسكشن الريزلتس أو بالشابتر الريزلتس. هنا بدك توفر الفورمولاز وتعمل دريفيتيف لهذه الفورمولا، تثبت كلامك من خلال معادلات. وهنا صارت اثبات للمعادلات اللي احنا بنحكي عنها، هي اثبات للمعادلات. وقايل انه الجاما ممكن استخدمها with pausing time او without pausing time كمان. وبرضو حاطط المعادلات اللي انا وصلت لها في هذا البحث، لما اللي قبل شوي كانت هي معادلات without pausing time، انه mobility always the knot is moving. هنا الموبيليتي with pausing time، ولازم تحدد قديش الpausing time بتاعتك اللي انت بدك تحطها. طبعا هنا ما بتحطها، ما بتحددها، هنا ما بتحط القيم، لكن انك انت بتحط القيم وين؟ بتحط القيم على، بتحط القيم في results والباراميترز اللي استخدمتها في results. هذا كل السكشن اللي اتطرقت له لا ايش لا الديزاين تاعي. اذا قبل الديزاين تاعي، السكشن اللي قبل الديزاين او الشابتر اللي قبل الديزاين، اذا بحاجه اني اتعرض لبعض الكونتنت، بعض الانفورميشن ريليتد تو ذا ثينجز ام وركينج ان، تقدر تعرضه بسكشن لحاله او بشابتر لحاله، ثم بتيجي للشابتر الديزاين تاعك وبتبلش تعرض في الديزاين تاعك. بعد الديزاين كساينتيفيك ريسيرش ميثود، دير بالك في التخصصات العلميه، بعد الديزاين بنيجي لسكشن الريزلتس، لكن مش حنتطرق له الان. هذا بالنسبه للتخصصات الهندسيه او المهم الساينس، اتس بيور ساينس. اي حال، هذا بالنسبه لهذه التخصصات. طب نروح بالنسبه للتخصصات السوشيال ساينس او اديوكيشن او بوليتيكال ساينس whatever those they are using survey, they are using questionnaires, they are using interview. بغض النظر احنا بنتكلم على quantitative ولا qualitative research. ال section اللي بيجي بعد review of literature بيجي مباشرة research model وال hypothesis الافتراضيات تعوتك بعد review of literatures. هنا بالسكشن الثالث، طبعا السكشن الثاني كان هو عباره عن ريليتد وورك زي ما حكينا. اذا هنا بدي اتطرق، بدي اعرض الريسيرش موديل والهايبوثيسيس تاعتي. ضمن هذا السكشن عرضت هي الموديل اللي انا بدي اشتغل عليه، او هذا الموديل اللي انا اقترحته، وبدي احاول اثبت الهايبوثيسيس الافتراضيات الموجوده فيه. فبتتطرق لكل كونستراكت على حده، وبتشرح الكونستراكت على حده، وبتحط الاسامبشن بناء على انت اوكي حطت اسامبشن. هنا مثلا انكس هاز ا نيجاتيف افكت اون بيرسيفد ايز اوف يوز، هذا الكلام حطيته هذا هايبوثيسيس 1. وطرقت للانكستي، انكستي بال بالريفيو بالاكزيستنج ليتريتشر الموجوده، ثم اتطرقت لهم كل لكل الكونستراكت الموجوده عندي. هنا شرحت اذا كامل الموديل تاعي والهايبوثيسس الموجوده H8A وتسترى، المهم كل الهايبوثيسس تاعتي. لما اصل لشغله اللي بنسميها اوكي الريزلتس، لكن او سوري اللي بنوصل للريسيرش ميثود او ريسيرش ميثودولوجي. اذا السكشن الثالث او السكشن اللي اجى بعد الريفيو ليتريتشر هو عندي هنا، كان هو السكشن الثالث، كان هو عباره عن الديزاين والهايبوثيسيس تاعتي بالنسبة للتخصصات السوشيال ساينس أو اللي علاقة بالكوستيونير أو الانترفيو. أوكي نشوف واحد تاني كمان نفس الشغلة، هنا كمان سوشيال ساينس، دير بالك بعد الشابتر التاني هو ريفيو ليتريتشرز، أجلة سمى ثيوريتيكال موديل.
بغض النظر ايش التسمية، لكن هو عن الديزاين تاعه، وبلش يشرح عن الديزاين، على الكونستراكت اللي استخدمها، وهي الموديل اللي بده يثبته، اللي بده يشتغل عليه، هاي الهايبوثيسس الافتراضيات تاعته، الافتراضيات تاعته كاملة. ثم بعد ما خلص بيجي للسكشن بعده الميثودولوجيكال ابروتش، سماه ميثودولوجيكال ابروتش، نفس الشيء ميثودولوجي ميثودز وات ايفر، المهم نفس الشيء. هنيجي للميثودولوجي. اذا زي ما حكينا بعد الريفيو ليترتشر بتروح للديزاين او ريليتد تو ذا ثينجز يو وانت تو اكسبلين فيرست. اوكي نيجي للميثودولوجي. لما نيجي نقول للميثودولوجي، انا بالميثودولوجي بدك توفر للقارئ، ما هو الميثودولوجي ايش؟ انه كيف how you approach that problem, how you approach the solution for that the problem, how you find the problem, the solutions based on some parameters, approaches, instrument, tools, etc. الآن كل هذه الأمور لازم القارئ يبقى عارف إنه إيش الأمور الباحث عملها، على أساس إنه الريسيرشرز اللي بقرأ بحثك يقدروا يعملوا ريبليكيت للريسيرش بناءً to the given methodology was given in that research. الآن برضو بدك تشرح لي أو بدك تذكر في بحثك ضمن الميثودولوجي إنه كيف أنت درست هذه المشكلة، والبروسيجر اللي استخدمتها، ما أنت بتستخدم some procedures أساس تصل لنتيجة، أو some procedure in order to conduct that research in order to find a solution. هذا كل الأمور بدك تبينه للقارئ. الميثودولوجي اللي معروفة أو الميثودز المعروفة للريدرز it's known يعني okay you have to cite it based on the previous publications, you have to inform it, you have to include it and present the reference for that tools, for that approach, whatever. لكن لو احنا بنستخدم new tools او استخدمت new methodology، وهذه الميثودولوجي اللي استخدمتها او التولز الجديده اللي انت مستخدمها it's not known, it's new، هنا بدك تشرحها بالتفصيل. لكن اذا كانت شغله موجوده، الميثودولوجي موجوده، الابروتش something موجوده، التولز موجوده، اوكي بتذكر انا استخدمت التولز كذا كذا، وتحط السايتيشن تاعه. اوكي شغله ثانيه، لما انت بتحصل على الداتا frequency of observation you have to include this frequency of observation, each type of data you got. هذا أساس القارئ يبقى ملم بدون ما يعمل نمط assumption افتراضيات أو تكهن. Okay, what kind of data this? You have to inform him so things should be clear. Something else زي ما كنت بحكي قبل شوية, you have to be precise. إنه أساس لما أنت بتعمل description للmeasurements اللي أنت استخدمتها, و something else لازم تذكر الـ errors of measurements للديزاين. في شغلة تانية بنسميها design limitation أو scope of limitation أو limitation of the study, هنجي لها كمان شوية. لكن هنا limitation لازم برضو الـ errors لازم تنذكر بالمفاهيم الموجودة عندنا. أوكي هاي بالنسبة للـ methodology. قبل ما نروح للـ results بدي أنا أبين لك جزء من الميثودولوجي. الآن بالتخصصات الهندسية أو التخصصات العلمية ما قلنا ما في شابتر أو ما في سكشن لحاله ميثودولوجي, ولكن المفاهيم الموجودة ضمن الميثودولوجي أو الميثودز بنذكرها في بداية سكشن الريزلتس, في بداية سكشن الريزلتس. لكن بالتخصصات الإديوكيشن زي ما حكيت هنا بتذكر سكشن لحاله للميثودولوجي. أنا هأخذ في البداية التخصصات السوشيال ساينس على أساس إنه الميثودولوجي مبينة وواضحة فيها. نيجي ل أوكي هذه تخصص علمي, لا بدناش, خلينا على الميثودولوجي الموجودة هنا.
هنا في البحث الموجود هنا ريسيرش ميثودولوجي شارح كل الميثودولوجي الموجوده والسامبل وين اخذت العينات وعمين اخذتها وايش نوع الكويشنير اللي استخدمته الايتيمز قديش عدد الايتيمز قديش عدد الكونستراكت اتسترا وتم تطبيق البحث على اي جامعه وفي اي وقت كمان تم تطبيق البحث اتسترا وعدد الكويشنير اللي تم توزيعها وقديش نسبه الريسبونس تايم اتسترا. انا ما رحتش تفصيل للريسيرش ميثودولوجي لانه في عندي كثير جزء كمان دير بالك ممكن تروح تفصل فيه افضل من الطريقه هذه اساس، لكن لا يعني انه هذا غلط، لكن الصح الافضل انك تروح تفصل اكثر بالريسيرش ميثودولوجي. يمكن في ابحاث ثانيه انا مفصل، لكن بدي اذكر لك بحث اخر لباحث ثاني لسيدرال. هذا الباحث بعد الديزاين والاسامشن الافتراضيات الديزاين تاع البحث تاعه راح لامين للميثودولوجي ساكشن. الان الميثودولوجي ساكشن احنا قلنا بدك تتطرق هذا كله سوشيال ساينس دير بالك، وانا عامل كويشنير على اساس الاي ليرنينج بده يشتغل على الاي ليرنينج اي حال انه e-learning success بالبرازيل، اعتقد البرازيل. الكونستراكت اللي مستخدمهن الفاكتورز اللي هو مستخدمهن بده يبين احنا هو طرح الكونستراكت دير بالكو في الديزاين في الديزاين السابق، ولكن في الميثودولوجي هنا بده يبين الكونستراكت those constructs how you got it from where you got it. لانه لما بنتكلم على different constructs مثلا intention to use perceive ease of use those constructs it's known let's say هنا من وين اخذت من اي ابحاث هذه الكونستراكت والايتمز الموجوده فيها من وين اخذت. بدك تذكر انه الكونستراكت الفلاني موجود اخذناها من الباحث الفلاني وهلا مجرى هذه الكونستراكتس اوبريشنز وموجود هي حطت لك اياها في الابندكس بقول لك هي موجودات في الابندكس اي موجودات ورا وحاطط الريفرنسز بتاعتها زي مثلا ليرنينج بيرسيف انتراكشن وذ اذرز are according to the items of أخذها من مين؟ أخذها من الصن والdiversity assessment أخذها من الصن هدول عبارة عن construct دير بالكو أخذها من صن 2008 اسم الفاميلي نيم للباحث صن وتم نشر هذا البحث بي 2008 بعد ما راح للoperation للconstruct operation راح للsurvey environment الانفايرمنت اللي انت عملت عليها الكويشنير باي جامعه وقت ايش اخذتها وهل عملت بايلوت ستادي او البري تيست ستادي بنسميه على جروب اوف بيبل اساس تعمل فاليديشن للانسترومنتس للسيرفي تاعتك تتاكد منها ثم على قديش عدد الناس الطلبه لانه اي ليرنينج عدد الطلبه اللي عملت عليهم ايش الجامعات اللي عملت عليهم ايش الديبارتمنتس او التخصصات اللي انعمل عليهم البحث هذا هاي بالنسبه للسيرفي انفايرمنت. بعدين داتا كولكشن استراتيجي ايش الاستراتيجيه اللي استخدمتها انت عشان تعمل كولكشن للداتا هل هي كويشنير هل هي انترفيو مقابلات اتسترا فهذا كل الكلام بده ينذكر ضمن السب سكشن الموجود عندي. بعد ما اتطرق انا اوكي في شغلات تانية ممكن تنعمل تتطرق انا نروح للسامبل سايز مثلا نفترض انه السامبل سايز تاعتك كانت صغيره بدك تشوف البوبوليشن سوري في الاول البوبوليشن والسامبل سايز اساس تعمل جاستيفيكيشن للسامبل سايز let's say you have not that much big sample size you have to justify انه السامبل سايز تاعتك مش كبيره هذا بيبقى ضمن سب سكشن لحاله هو سكشن 4.3 مثلا ممكن تحطه في اكثر من شغله ضمن الميثودولوجي بتحطها بالتخصصات زي ما حكينا السوشيال ساينس او الاديوكيشن ثم بعدين بروح للريزلتس. اوكي الان احنا قلنا بالتخصصات العلميه الساينتفك تاعتنا الميثودولوجي تاعتنا ما في سكشن لحاله ولكن بنحط الباراميترز بنحط السوفت وير بنحط التولز بنحط everything بدايه الريزلتس سيميوليشن ريزلت بدايه سكشن الريزلتس دير بالك يعني انا هنا ذاكر مثلا
انه السيميليشن اللي انا مستخدمه مستخدم مثلا 15 نوتس، لانه الريدرز لازم يبقى عارف انه الريزلتس تاعتك طلعت على كم نوتس، على 50 نوتس، وهذه ال 50 نوتس الديستريبيوشن تاعتها assumed to be uniformly distributed، وبتنتقل ضمن ريجن معين. الريجن تاع السيميليشن الاريا المساحه عباره عن 1000 متر في 1000 متر انا مستخدمها. بعدين ما اجي متطرق بقول النورمال ديستريبيوشن الباراميتر تاعت المين، المين ايش هي عباره عن ايش؟ عباره عن نص الماكسيمم سبيد زائد المينيمم سبيد. الجاما تاعتي الثيتا تاعتي عباره عن ربع، ربع ضرب الفيلوسيتي او السبيد، ماكسيمم سبيد ماينس المينيمم سبيد. اوكي، بعدين الجاما ديستريبيوشن باراميتر تاعتي عباره عن الفا، عباره عن قديش قيمتها؟ عباره عن نص الماكسيمم سبيد زائد المينيمم سبيد. وبعدين البيتا قديش قيمتها؟ 1. ومستخدم الانفايرمنت عباره عن ماتلاب، ماتلاب سيميليشن انفايرمنت على اساس ابين للقارئ. بعدين الشغلات اللي انا لما عملت سيميليشن قديش السيميليشن اللي استخدمته انت؟ احنا مستخدمين هنا 30 سيناريو، كل سيناريو over 3000 seconds. يعني السيناريو الاول بيعمل سيميليشن لمدة 3000 second، بعدين distinct سيناريو الثاني الثالث لما نخلص 30 distinct سيناريو، وبعدين باخذ الافرج تاعتها. هاي موضح يعني الباراميترز اللي انا موجوده اللي انا استخدمتها بالسيميليشن موجوده. زاد انا محدد انه لو كان في بوست تايم، البوست تايم حطيناه زيرو اساس بالنسبه ل انه في عندي موبيليتي، انه اولويز از موفينج، ذا نود از اولويز موفينج. لكن اذا كان مبين انه في بوست تايم، اذا كان مبين في بوست تايم دير بالك انه انا عامل سم سيميليشن وذ بوست تايم، محدد انه السيميليشن تاع البوست تايم الجنريشن البوست تايم تاع عملته الجنريشن من مين؟ راندوم يونيفورم ديستريبيوشن، وماخذه من 0 ل 60 سكندز، من 0 ل 60 سكندز بالنسبه للبوست تايم. ايها هنفسر كل الامور البارامترز والشغلات اللي احنا بنحتاجها ضمن السيميليشن على اساس وصلت للنتائج بهذه الطريقه. بهذه الطريقة أي باحث إلا من بقرأ البحث يقدر يعمل ريبليكيشن للبحث الموجود بين إيدينا، وهذه هي الميثودولوجي أو الميثودز اللي بنتكلم عنها. أوكي، بعدين بنيجي لشغلة السكشن اللي بعد الميثود أو الميثودولوجي، بنيجي للسكشن الريزلتس. هنا الريزلتس تاعتي لو results ما كانتش قوية أو ما كانتش accurate أو ما كانتش that important أو ما كانتش that significant، أنا البحث كله بتكنسل. يعني بقدر أقول إنه results فعلا هي driving force، هي القوة اللي بتدفع للpublication أو بتؤدي لنشر هذا البحث. لأن أنت في results things you have to put in mind، إنك يجب إنك تحط the main finding. طلعت معك عدة نتائج وطلعت معك عدة tables دير بالك etc etc، لكن هل أنا بحط كل الريزلتس، جميع الريزلتس الموجودة؟ لا، ما بضع جميع الريزلتس، أنا بضع المين ريزلتس، المين فايندينج. those main findings is going to answer the questions، الobjectives اللي أنا حطيتها في البداية. إذا مش all finding. الآن الفايندينج اللي احنا اوكي اللي بنتكلم عنها اي بوت ات بيفور. شغله ثانيه، انت بالريزلتس يو هاف تو انكلود، يو هاف تو هايلايت ذيس فايندينج از ديفرنت فروم فايندينج ا بريفيس بابليكيشن، او اذا كانت بنفس النتيجه بدك تذكرها كمان مع البريفيس، حتى لو كانت تتعارض نتائجك مع نتائج في أبحاث سابقة دير بالك، أو حتى الفايندينج كانت unexpected finding، لكن
بدك تعرضها، بدك you have to present it in this section. By the way, we are talking about the results in a section. And you are presenting the results only. You are not going to justify or interpret تفسير لهذه النتائج. أنت بتفسرها في the chapter أو في discussion في section of discussion. إذا كل هذه results أو finding you have to include it. The statistical analysis اللي أنت استخدمتها you have it should be done, it should be included in this results. More in statistical analysis. إذا إحنا بنتكلم على statistical analysis هنا. أوكي بعض التخصصات العلمية بيستخدم statistical analysis. إذا حسب إذا بنتكلم على probability distribution etc etc. لكن statistical analysis هنا اللي علاقة بالتخصصات social science لما بدك تعرض هنا الvalidity للmodel تاعك أو الهايبوثيسس اللي أنت حطيتها، بدك تعرض كمان الـ validity قلنا، بدك تعرض الـ reliability للموديل تاعك. الـ new results أنت إذا بدك تحط في ذهنك دائما، أنا لما بعمل بحث بدي أوجد نتائج جديدة مختلفة، مش مختلفة إن تتعارض مع الأبحاث السابقة، لا، أنا بدي أوجد نتائج جديدة. بدي أوجد نتائج جديدة تعبر أو it can contribute it can إنها تساهم في ال scientific knowledge لأنه إذا أنت طلعت لي نتائج هي نفس النتائج السابقة إذن you didn't add something in you that's why you have to add something in you إنه هذه النتائج something in you إنك طلعت بشغلات جديدة أي حال شغلة تانية بالنسبة لما أنا بعرض الريزلتس باي ذا واي صحيح هو مش بس بعرض الريزلتس از كتابة فقط لأنه أنت لما بتعرض ريزلتس بتعرض تيبلز بتعرض فيجرز فلما بنتكلم على تيبلز وفيجرز ممكن طريقة فعالة جدا هاو تو بريزنت أور ريزلتس لأنه مش لأن أنت لما بتحط تيبل ممكن من التيبلز أول ما يطلع أي باحث بتطلع بالتيبل على السريع بيعرف إنه النتائج طلعت كذا كذا وأنت يمكن عرضك إياه بطريقة كتابية تأخذ نص صفحة أو صفحة لهذا السبب أو نمط فيجرز دير بالك زي سيميليشن حورجيك إياه كمان شوية الفيجرز وهذه التيبل إنه فعلا very efficient way how to present the results زي ما حكينا إنه results are driving force of publications لهذا السبب you have to be very careful your results should be efficient the way you present it the way reader will have that clear knowledge about those results الآن في أحد المقولات لسو هانور في بحث له في 1968 قال شغل معين One picture is worth a thousand words صورة واحدة تساوي أو تغني عن a thousand words ألف كلمة تصور لأنه فعلا أحيانا أنت لما تطلع التيبل على الفقرة على السريع بعرف أنه أوكي هي النتائج كذا 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 بدون ما أقرأ صفحة كاملة أو ألف كلمة اوكي هذا بدك تحطه في ذهنك انه قصة figures و tables مهمة جدا في الابحاث انها تكون موجودة على اساس how to present the papers شغلة تانية effective data presentation ال sample size calculation وال assumption of effect size هذه بتكون عادة بنحطها مش بال results دير بالك وهذا بنحطها بال methodology Suction methodology, sample size, will effect size, etc., etc. بال methodology عشان أثبت إنه sample size okay, effect size okay بالنسبة لي. شغلات تانية لما إننا بالنسبة effective way of presenting my data. بدك تعرض the primary, secondary outcome measures. في شغلة بدك تحطها في ذهنك قصة accuracy هذا اللي قبل شوي كنت بتكلم عنها. في الريزلت في بداية الريزلت انت بتعرض عادة
الفاليديتي والريليابيليتي ميشرز بتاعتك. هذه عادة بتكون في التخصصات، دير بالكم في التخصصات لا في العلمية وحتى السوشيال، بس كل واحدة لها طريقة معينة أساس أثبت الأكيوريسي بتاعتي. يعني في التخصصات العلمية لما نحن بنستخدم سيميليشن بنستخدم مونت كارلو أساس الستدي بيريود في السيميليشن، وصلت لها ان اثبت انه هان فاليد او ريليبل الداتا الريزلتس اللي حتطلع معي بناء على التولز والباراميترز اللي استخدمته. لكن في تخصصات السوشيال ساينس الفاليديتي والريليبيليتي لها طريقة مش مختلفة، اذا بدك تحطها كمان وتبينها. الان لما انا بعرض او you are presenting your data او the finding او the results، انت بتعمل presenting للداتا او describing أو لا احنا ما بنعمل description، we are presenting all the results. بتعرضها بناء على problem، لانه في عندك ممكن يكون one main problem و some sub problems دير بالك، وممكن يكون one problems فقط، لكن عادة البحث بيكون موجود one problem let's say and it has sub problems in order to achieve a certain objectives. إذا بدك تعرضها بناء على الطريقة هذه. الآن aside from the data itself بدك تعرض شغلات of interest items content of interest علاقة إلها في النتائج، فهذه لازم تنعرض. زي لما كنا بنتكلم على sample size مثلا، هنا sample size أوكي بس بدك تعرض إنه validity إنه السامبل سايز اخذها من population كذا، وهل هذه السامبل سايز is enough ولا لا. هنا بدك تعرض how to prove those things، بس قلنا احنا بتبقى موجودة وين في الميثودولوجي. الستاتيستيكال ابروتش اللي انت استخدمته you need to present a rationale for that، لأنه في عندي different statistical approach بالذات للتخصصات السوشيال ساينس مثلا. الآن الداتا اللي انت بتعرضها في such an results is an evidence لمين؟ للconclusion. يعني بمعنى آخر لما أنا بدي أكتب الconclusion I'm going to write the conclusion based on what؟ based on the results تاعتي، based on the results I put and the interpretation of also. في شغلة تاني كمان بالresults هنا بدك بعد لما بتعرض الresults بدك تبين انه you could achieve the objectives الhypothesis الافتراضيات تاعتك او الديزاين اللي انت شغال عليه تم تحقيقه بناء على النتائج اللي طلعت معك. هنا بدك تذكر الكلام هذا، ممكن some of it was achieved some was not achieved. المهم بدك تذكر كل الأمور هذه موجودة في بحثك. قبل ما نروح للدسكشن بس خلينا أورجيكم على الريزلتس. الريزلتس احنا قلنا هنا الجزئية اللي بداية هذه أقرب لمفهوم البراميترز، وبينت انه البراميترز ايش استخدمه واستخدمت اي تولز والانسترومنت اتسترا اتسترا. ثم ببلش بالريزلتس. هنا نبلش ريزلتس معين، دير بالك هاي رسم زي ما حكيت، انا بشرح الفيجر بشرح عن الرسم الموجود عندي هنا. لكن من الرسم من دون ما اقرا الكلام هذا، من الرسم هذا انسان متخصص في هذا المجال على السريع بيعرف انه الرسمه تعبر عن ايش. الرسمه بتعبر عن انا عامل simulation time ل 3000 سكند، هاي سكند عامل simulation time ل 3000 سكند، وبطلع قاعد الافريج نود سبيد، بطلع السبيد الافريج نود سبيد، محاط الافريج نود سبيد من 0 ل 12 متر بير سكند، وحاطط اكثر من رسمه اذا موجود اكثر من لون، وهي كل لون هاي السبيد تاعتها، هذه السبيد تاعت الجاما من 0 ل 20 من 0 ل 20 سكند، هنا الجاما برضو سبيد من 1 ل 19 هذه والثانيه الاولى والثانيه الاولى والثانيه هي الخط هذا
بعدين هنا السبيد لبيتا من 1 ل 19، السبيد لنورمال ديستريبيوشن من 1 ل 19، السبيد لبيتا من 0 ل 20، السبيد ليونيفورم ديستريبيوشن من 1 ل 19، سبيد لمستخدم يونيفورم ديستريبيوشن من 0 ل 20، وطالع معي كل القيم. الان اعلى سبيد هذول موجودات اللي تحتانيات، هذول موجودات دير بالك اكزيستنج مودلز. الموديل اللي انا اشتغلت عليه الموديل الفوقاني، الاثنين الفوقانيات، هو السبيد باستخدام جاما ديستريبيوشن. هاي بينت النتيجه الموجوده بدون ما تقرا، ولكن دير بالك لما انت بتقرا، طبعا انت بدك تحط صام ريفرنسز هنا. اوكي، هاي النتائج، عرض النتائج اللي موجوده عندي، وبرضه هذه الصوره الثانيه لنتائج ثانيه، هذه الصوره الثالثه كمان، وهنا هاي نحط التيبلز ل اساس يبين السبيد رينج من وين لوين. اخذت سبيد من 0.5 ل 1، لما وصلت من 0 ل 20 سكندز الانيشال قديش بلش، الاناليسيس الانيشال فاليو قديش بلش، الاناليسيس والسيميليشن. دير بالك زي ما حكيت لكم قبل شويه انه لازم تثبت النتائج تاعتك في التخصصات العلميه، لازم تستخدم تثبتها من خلال الدريفيتيف ماثيماتيكال درايفيشنز. هنا القيم هذه اللي طلعت معي في اللاين هذا الاناليسيس بناء على المعادلات اللي انا وصلت لها وطلعت النتائج معي، وهذه النتائج تاعت السيميليشن باستخدام الماتلاب بتلاقيهم قريبات جدا من بعض. ثم برضو موفي اعمل ديستريبيوشن عرض للدنسيتي، يعني عرض للدنسيتي. اي حال كل هذا الكلام عباره عن عرض للنتائج الموجوده عندي. بعد النتائج طبعا احنا عندنا اوكي، انا دير بالك الريزلتس ضمن الريزلتس سكشن الريزلتس اللي انا حاطه التخصصات العلميه كمان، بس برضو على اساس اكد بنحط سيميليشن ريزلتس، وفي داخل السكشن بنحط الديسكشن كمان، او كثير من المجلات العلميه بتحط الريزلتس والديسكشن مع بعض، وقلت لكم سابقا ما في مشكله، ولكن انا بشعر انه لما يكون الريزلتس to presenting the results in a separate section from the discussion section بيبقى أفضل. The section results إنك تعرض نتائجك، ثم section discussion إنه تعمل interpretation لنتائجك. أي حال هذا هو section results مع interpretations مع discussion. يعني نشوف تخصصات social science مثلا، هاي هنا الريزلتس، بلشنا بسكشن الريزلتس زي ما حكينا. بسكشن الريزلتس هنا عارض السامبل اناليسيس الموجود عندي، قديش النسب الموجوده في تخصصات مختلفه جامعات مختلفه، قديش نسبه الطلاب من جامعه كذا ومن جامعه كذا، وحسب التخصص وحسب العمر اعتقد كمان، وحسب الير what level they are، سنة أولى سنة خامسة اتسترا اتسترا. ثم بلشنا بالمشيرمنت موديل، ثم بلشنا بالمشيرمنت موديل. جوا المشيرمنت موديل هنا بنقيس الريلايبيليتي داخل المشيرمنت موديل. بن السكشن هذا بنقيس الريلايبيليتي للموديل اتسلف كامل، فبنقيس الفاليديتي، بنعمل assessment للvalidity، بس قبلها لازم assessment للreliability. يعني قصنا reliability وطلعت قيمة الreliability الموجودة بناء على النتائج تاعتي، وبعد الreliability بنيجي للvalidity. في عدة أنواع عشان نقيس الreliability والvalidity، تدير بالكو. ثم عرضت النتائج تاعت الreliability والvalidity في ايش، في table. ثم بعدها بنروح لل هنا ميشرمنت موديل، هنا بنروح لاستراكشرال موديل كمان اسسمنت وهايبوثيسس. الموديل اللي اعتقد خلينا نشوف رسمته، هي الموديل هذا استراكشرال موديل بنسميه. الان قاعد هنا بالستراكشرال موديل بشوف تيستينج للهايبوثيسس الافتراضيات اللي انا قلتها هل تم تحقيقها والله لا، بشرحها. وبعدين انا حاطط شغله aside from the structure model، انا شارح او سوري
متطرق ل individual differences, individual differences between different year level أو between genders, male or female, أو between different courses, هل في individual differences بينهم ولا لا. هذا برضو جزء من أحد ال objectives تاعت البحث تاعي كمان. أي حال هاي القيم الموجودة عندي وطلعت عندنا هنا. طبعا هذا إلى علاقة بالindividual differences, دير بالكو كنتائج إلى علاقة بالindividual differences. تم عرض كل النتائج, فبعدين نيجي لقلنا لا discussion و implication. نشوف البحث الثاني, هاي الريزلتس تاعته. بلش بالريزلتس هنا, بالريزلتس تاعته بلش بالسامبل كاركترستيك, انه قديش الفيميل والميل زي الموجود زي اللي قبل شوي اللي عندي, والليفلز فيرست يير سكند اتسترا وات ايفر, السيستم المستخدم موديل ولا بلاك بورد اتسترا. اي حاجه, هذا سامبل كاركترستكس. بعدين بده يروح للميشرمنت موديل. في الميشرمنت موديل طبعا لازم يقيس الريلابيليتي والفاليديتي. احنا اخذناها من قبل هيك, كيف بقيس الريلابيليتي والفاليديتي بناء على سام تيست. اوكي, هنا كله قياس الريلابيليتي والفاليديتي. بعدين بروح بعمل اسسمنت لميل استراكشر موديل. استراكشر موديل هي نتائجه اللي طلعت مع استراكشر موديل, وبشرح بعدين اخر شيء بعد ما يخلص من استراكشر موديل بروح للدسكشن. هذه هي الطريقه المتبعه في الامر. حتى الان احنا كنا بنتكلم على الدسكشن, صار بنتكلم على الريزلتس. نيجي للدسكشن. الدسكشن الريزلتس هناك انت بتعرض نتائجك فقط, دير بالك ما بتفسر نتائجك. سكشن الدسكشن اتس فيري امبورتنت, وانه يو هاف تو هاف ا كلير مايند. لما انت تجي بدك تكتب الانتربريتيشنز, بدك تكتب الانتربريتيشن بناء على لوجيكال اكسبلانيشن, بناء على ابحاث سابقه كمان. ما بينفع انه مزاجي, انه اوكي الريزلت طلعت هيك ذاتس ات, وبدك تكون في عندك لوجيكال في الاكسبلانيشن او انتربريتنج ذات ريزلتس او جاستيفاينج ذات ريزلتس. السكشن الدسكشن هنا المكان اللي انت بتقدر تو sell your data. هذا هو المكان اللي بتقدر انك تعمل نوع من الادفيرتسمنت للديتا تاعتك, انه فعلا البحث كامل يستحق بناء على تفسيراتك كمان. دير بالك بعض المانسكريبتس بتلاحظ, او بعض المجلات لما انت بتبعت لمجله او كونفرنس بيبر بيصير ريجكشنز, وجزء مش بسيط من الريجكشن بيصير بسبب السكشن تاع الدسكشن انه فيري ويك, ما في لوجيك في الدسكشن تاعك. او some of them also ممكن ببعث الريزلتس presenting the results that's it without justifying without interpreting that result, for sure it will be rejected. شغلة تانية, الان انت لما انا باجي بفسر في الريزلتس, انا بفسر في الريزلتس او بعمل justification في الريزلتس, interpretation للريزلتس, انا بعمل interpretation للريزلتس بناء على ليش, على original question او الobjective اللي انا حطيتها. لانك انت حاطط objectives قبل بدك تقوم تحقيقها, وحاططها من سابقا, فهذا الكلام بيكون تكملة أو إثبات اللي أنت حطيته سابقا. زي ما حكيت كمان, you need to provide interpretation for your results. هل interpretation and justification of results are presented? If it's presented, دير بالك ما بينفع تعمل إنه هي النتائج طلعت بهذا الشكل. لازم يكون في تفسير منطقي وعلمي لهذه التفسيرات, لهذه النتائج. وإذا ومش وإذا من المفضل جدا to support your claimations أو your results, إذا قدرت أنت تعمل citation references لها من ال review of literature, من ال existing literature الموجود. زائد زي ما حكينا, أنت مش شرط نتائجك تكون consistent
مع الأبحاث السابقة، وممكن تكون تطلع consistent with the أبحاث السابقة، لكن لو طلعت مش consistent they are different from other researchers or existing research and literature، بدك تفسر ليش. وهذا الكلام طبعا بده يكون الدسكشن بشكل logical أساس تصل لمفهوم الconclusion، لأنك أنت لو ما فسرت بمفهوم scientifically and logically you are not going to reach a good conclusion. وفي شغلة تانية صحيح سوري do not things you don't have to do it with a sectional discussion. إنك تعمل interpretation أو to put statement أو to put some sentences beyond that results. إنه results تاعتك cannot support your claimations أو cannot support your arguments cannot support your justification. إذا أنت justification تاعتك والargument تاعتك والexplanation تاعتك everything should be based in the results in hand. Don't go beyond that results. ما تروح أبعد من الresults اللي أنت طلعتها. إذا أنت بدك تروح أبعد من الresults اللي أنت طلعتها إذا بتتكلم عن بحث آخر أو عن تكملة بحث. لهذا السبب you have to stick with the results you got. That's why don't make other statements, some statements beyond that. شغلة تانية وانت بتتكلم على الدسكشن مش من المنطق انك okay almost we are through with the research مش من المنطق انك تطلع لي ideas new idea while you are interpreting the results او طلع لي new terms لانه هذا الكلام انت الانتربريتيشن in view of what in view of the results and results طلعت in view of what of the objective انت حطيتها وال questions اللي انت حطيتها قبل. لهذا السبب you have to be careful with those things. قبل ما نروح لل conclusion هنا بعد الدسكشن ما خلص الامر بعد الدسكشن ما خلص الامر بعد الدسكشن اوكي خلينا هنا بعد الدسكشن هو الأصل يكون في عندي some feature work أو على فكرة بعض الأبحاث إنه ما بحط شابتر ما سوري ما بحط سكشن لحاله إحنا خلينا على الدسكشن أوكي خلينا أفسر الدسكشن في الأول قبل ما أروح لبعض الدسكشنز هنا مثلا في البحث تاعي تاع البلندد ليرنينج أعتقد أنا حاطط discussion and implication. إيش الdiscussion؟ فسرت جميع النتائج اللي طلعت معي. جميع النتائج اللي طلعت معي زاد في أنا ضايف شغلة اسمها implication هنا. Implication هنا ممكن يكون نوعين. ممكن يكون practical implication وممكن يكون theoretical implication. Practical implication theoretical implication. وهذا ينطبق على التخصص العلمي هنا قبل الconclusion. ممكن انك تحط ممكن نحط احنا سكشن لحاله انه لانه بالبحث اللي هنا احنا قمنا بعرض النتائج والتفسير في نفس السكشن لا هو الصح او الافضل او الاقوى ان يكون الريزلت لحاله بعدين ناخذ سكشن ثاني ديسكشن اند امبليكيشن وبنفسر هذه النتائج وضمن الديسكشن اند امبليكيشن بنطرح براكتيكال امبليكيشنز and theoretical implication. And practical implication إيش الشغلات اللي أنت البحث تاعك contributed as a practical applications for what you are doing في التخصص العلمي أو مش أو تخصصات ال education زائد what that contribution theoretical contribution طيب المساهمة العلمية مش من ناحية تطبيقي من ناحية theory دير بالك اللي أضفتها من خلال بحثك هذا اذا نفس زي نفس الكلام اللي بقوله في discussion and implication والimplication زي ما حكيت قبل شوي وين الimplication لازم يكون في عندي اوكي هاي الimplications في عندي theoretical implication الاضافات الثيوري لا البحث هذا أضافه للفيلد اللي احنا موجود فيه اللي بنشتغل فيه زائد البراكتيكال امبليكيشن الكونتريبيوشن نحتم براكتيكال امبليكيشنز
انه ممكن نطبق على ارض الواقع. هذا section discussion and implication. بعد الشابتر هذا اوكي هروح لشغله ثانيه بس خلينا نوفي للثاني. هنا راح للديسكشن، اكيد لازم يبقى حاطط implications، صعب انه ما يكونش حاطط. اوكي هنا حط الكونكلوجن والامبليكيشن مع بعض، حط الامبليكيشن تحت الكونكلوجن، انه وطبعا هو ما دام حط الامبليكيشنز هنا theoretical and the practical implication. الصح انه لا شاب او سكشن الكونكلوجن يكون لحاله والامبليكيشن يكون ضمن سب سكشن ضمن الدسكشن، لان الكونكلوجن انا فقط بدي ارى الكونكلوجن لحالها. اوكي بعدين راح للليميتيشن، هذا الان بدي احكي عنه قبل بعد شويه. اوكي اذا في نمط مش نمط تيبيكال او تمبليت نمط معين، هذه جزئية الكونكلوجن الأصل كلها انتقلت سكشن لحاله وسكشن سابع، لأنه أنا بتكلم سكشن الدسكشن، بتكلم سكشن الدسكشن دير بالكم أنا بس سكشن الدسكشن السادس الامبليكيشن جواها بتكون 6-1 implication، وبروح للبراكتيكال implication والثيوريتيكال implication، وبعدها الكونكلوجن لحاله بحطه بسكشن لحاله وسكشن السابع. السكشن السابع هنا limitation of future work، اوكي ممكن يحط جوا، لكن الصح كمان يكون limitation of future work سكشن لحاله. اذا limitation of future work هو السكشن السابع والconclusion بيبقى السكشن الثامن. اي حال انا بعد implication بدي اجي اتطرق ل limitation of future work. اوكي limitation and the future work. الان انت قبل ما drawing your conclusion، كل بحث من الابحاث في عليه some limitations some constraints، انه البحث تاعك انه اوكي مركز على شيء معين فقط. نفترض زي مثلا هنا انا فقط عملت الدراسة على third year والfourth year فقط، مش على كل السنوات، ممكن اعملها برضو على تخصصات معينة مش على كل التخصصات. اذا النتائج اللي بتطلع هنا مش شرط تكون جنرال لمين، لا others not similar environment. هاي بالنسبة لل first limitation. ال second limitation مثلا ال studies regarding the early stage. اوكي ان انا ذاكر انه هذه الدراسة هي عبارة عن بالاستيجات الاولى وليس بالاستجابات الأخيرة بالنسبة لل implementation of blended learning. أنا حاططها وحاطط كمان ال sample participant أحد ال limitation third، وإنه كانوا Eastern cultures country مش they are different from European دير بالك، وممكن لا ينطبق على أوروبيان. وبعدين حاطط الرابع etcetera etcetera. هذه some limitations بنذكرها. بعد ال limitation أنت بدك تذكر إنه ايش suggestions بناءً على the aforementioned results of discussion. بتحط some suggestions ل future work الموجود، بعدين بتروح ل conclusion تاعتك. هنا limitation of future work، اوكي اكيد انه ذاكر الليميتيشنز تاعته، ما بعرف ذاكرها فيرست سكند ثيرد، لانه عاده هي تذكر بهذا الشكل بيبقى افضل، لكن لا هو مش ذاكرها بهذا الشكل، لكن ما في مشكله as long there is limitation is there. وبعدين اوكي حطيتهم كلهم مع بعض نيو سيستم. اوكي اي حال الليميتيشن والفيوتشر وورك موجوده هنا، لكن مش موضح بشكل بريسايز اساس الريدر يقدر يوصل لين. هو كان اخر جزء عنده بالبحث هو limitation future work، وهذا الى حد ما خطأ دير بالكم، لانه الاخر section لازم يكون هو الconclusion لحاله، section الconclusion لحاله. اوكي هذول الابندكس زي ما حكيت لكم قبل شوي دير بالك، الابندكس تاعت اللي كنا بنتكلم عنها بالكونستراكت اوبريشنز،
وذكر لك هاي المودلز من وين ساتسفاكتن جايبها من وين لو ساتسفاكتن اتسترا بناء على ابحاث سابقه موجوده عندي انا. اي حال بهذه الطريقه وصلنا لاخر جزئيه من البحث هو الكونكلوجن الى حد ما. نيجي لاخر جزء هو اللي بنسميه كونكلوجن. الكونكلوجن طبعا احنا كنا بنتكلم على الابستراكت هو الفيرست امبريشن والكونكلوجن بده يكون ذا لاست امبريشن. الابستراكت بدفع الباحث انه اوكي تو سيف ذات انه يحفظ البحث على اساس يقرا بعدها. والكونكلوجن هو اللاست امبريشن اخر انطباع باخذه القارئ عن البحث. ولما نتكلم على الكونكلوجن انت نفترض بحث عملت بحث سوشيال ساينس whatever educations في منطقتك في قطاع غزة نفترض، بس هنا لازم لما أنا drawing that conclusion I don't have to draw that conclusion بشكل محلي فقط ضمن نطاق قطاع غزة، لازم I have to present it globally. بمعنى آخر إنه النتائج اللي طلعت معي إنه ممكن تتم تطبيقها بشكل دولي globally. أو أي بحث تخصص علمي نفس الشغلة، ما أحطه أو أتطرق له بمفهوم محلي أو I'm going to write that conclusion based in Gaza only، لا it should be globally. هاي شغلة. شغلة تانية لما أنت بتكتب الconclusion you have to be specific. الconclusion تاعتك should be specific. ما تحط في ذهنك انه الكونكلوجن هنا بدها تعمل سمرايزنج للبيبرز تاعتك. الكونكلوجن هي لها علاقه بالريزلت تقريبا فقط. الابستراكت بتعمل سمرايزنج للبيبر تاعتك بس فوكس مور ان ذا بروبلم، لكن يو هاف تو سمرايز ايفريثينج ذا ميثودولوجي اتسترا ذا جنرال ريزلتس الامور اللي ناقشناها في الابستراكت. الان ما دام انه الكونكلوجن هي last word in your paper لازم تضيف last good impression. Last good impression by writing your conclusion based in the given results and the interpretation or discussion of that results and based in the objective انت حطيتها based in the questions انت حطيته في الأول تساؤلاتك في البحث قبل. هنا بدك تعمل سمرايزنج لكل الثوت تاعتك. والامبليكيشن تاعتك اوف يور ستادي وتحطها وين؟ بالكونكلوجن. يعني الى علاقه كله فقط دير بالك بالريزلتس. وبدك تذكر دير بالك لما نحن بنتكلم عن الريزلتس اذا بدك تذكر انه الهايبوثيسيس تاعتك او الكويستشن الهايبوثيسيس اللي حطتها واز سبورتد ولا واز نوت سبورتد. اذا بنتكلم برضه عن النتائج. السيجنيفيكانت اوف يور فايندينج برضه بدك تحطها. امبورتنت اوف يور ايديا بدك تحط هناك. الفيوتشر ورك زي ما حكيت لكم هنا ما بتنحط بالكونكلوجن. او بعض المجلات ما بحط ساتش لحاله ليميتيشن اوف فيوتشر ورك فبتنجبر تحط الفيوتشر ورك وين؟ جوا الكونكلوجن. Whether whether it's underway future conclusion underway. وبدك تحط identifying the weakness and limitation. هنا زي ما حكيت لكم future work and limitation of section تاني. ولكن بعض المجلات ممكن ما في عنده section بيحط لك اياه يعني. فبدك تنجبر تحط هن وين ضمن الconclusion. ولكن بشكل عام اغلب او جميع المجلات بتحط لك section تاني للويكنس الليميتيشن فيوتشر ورك اند ليميتيشنز. اخر شغله بعد الكونكلوجن قصه الريفرنسز. انت لما بتكتب ريفرنسز ميك شور الريفرنس اللي انت بتستخدمه انه يتم فيه المواصفات معينه. المواصفات اللي احنا نستخدمها الكومن ميثود على اساس اقيم اي ريسورس او اي ريفرنس بناء على الشيء بنسميه كارد. الكاردز ابريفيشن ليش؟ credibility, accuracy, relevancy, date او out of date او update والsource تاعي. هل السورس اللي انا ماخذه credible؟ هل الفرما هو اذا السورس مش credible you cannot rely on it اذا في مشكله هنا. اذا it should be well respected.
الاثر المجله اللي اخذتها منها. الاكيورسي انت بدك تبقى 100% متاكد انه الانفورميشنز واز جيفينج ذات ريفرنس از كوريكت از رايت. الفيريفيكيشن اوف ذات انفورميشن بيكون بيس ان وات بيس المجله والاثر تاعي. البحث اللي انت استخدمته هل ريليفنت للريسيرش بروبلم انت بتشتغل عليها ولا لا؟ اذا مش ريليفنت في مشكله، لانه انا بنلاقي بعض الباحثين بشكل عام انترناشونال دوليا بيعملوا سايتيشن لريفرنس تاع ابحاث لهم سابقه رغم انه مش ريليتد ريليفنت ذات ماتش نوت كلوز ريليفنت. فانا مشكله، فانت لما تحط ابحاث معينه لازم يكون ريليفنت لمين؟ للبروبلم اللي انت شغال عليها. الديت لما انت بتحط ابحاث كمان دير بالك هل هي ابديتد؟ لان انت لما تنشر بحث بدك تحط، نفترض احنا بال 2021 في نصف 2021، جزء مش بسيط من ابحاثك بدها تكون بعد ال 2017 مثلا، جزء مش بسيط اكثر من 30% 40% بعد ال 2017، لكن حتستعين بابحاث سابقه دير بالك لانه مش موجود ابديتد لشغلات معينه او لميثود معينه في ابحاث سابقه قديمه ممكن تستخدمها، لكن تحط في ذهنك انه في عندي ابديتد. السورس اللي انت ماخذ منه دير بالك، المصدر هو المجله مثلا، هل المجله موثوق فيها كمجله؟ هل انها موفره كل شيء من بايوجرافي اتسترا برنتد ولا الكترونيك ريسورسز؟ السورس اللي انت بتاخذ مهم من كمان. يعني لما انا باخذ مثلا من مجله اي تريبلي زي لما اخذ من مجله غير معروفه محليا او في دوله معينه؟ طبعا لا، هذا بدك تحطه في ذهنك. الان احنا سابقا حكينا برضه في كثير من المحاضرات كنا بنتكلم انه لما انت بتعمل سايتيشن للريفرنس معين تاعك، السايتيشن للريفرنس ممكن نستخدم نيم بريزنتد باي نيم او باي نمبر. لما بنقول باي نيم هنا بكون اسم العيله باي نيم، او نمبر فقط بكون نمبر 1 2 3 4 اتسترا النيوميريكال وهذيك الفابيتيكال بناء على في الاي تريبل اي وفي عندي ابا ديفرنت واي اوف سايتيشن دير بالكو اي حال. اذا في عندي بس تو مين، الفاميلي سوري النيم او النمبر، هذا نمط السايتيشن تاعتي بالنسبة للسيتيشن within the body داخل البحث دير بالك. بدك تحط في ذهنك لما انت بتذكر معلومة معينة او اخذت شيء معين من source معين you have to acknowledge that source. Acknowledging it بيكون by which by putting that citation within the reference within the body of the research paper. الآن أي information مش common knowledge، مش common knowledge لأنه أنا بصير سوء فهم عند كثير من الطلبة حتى الباحثين، طب هذه information أحط لها citation ولا ما أحط لها citation؟ إذا كانت مش common knowledge لهذا السبب you have to put a citation. لكن لو كانت common knowledge ما بينفع، يعني مش منطق انه كل sentence احط لها citation، كل sentence احط لها citation. ما بعض السنتنس اللي انا بذكرها مش هي عبارة عن common knowledge، ما في داعي انك تحط لها citation. لكن اذا مش common knowledge you have to put a citation for it. شغلة تانية برضو بدك تحطها في ذهنك انه الريفرنسز اللي بتحطها والسيتيشن ريفرنس اللي انت بتستخدمها اذا very hard to reach or difficult to find that references much better not to put it. Related references only should be put, should be included in the reference, should be included in the research. مش important study او دراسة معينة
عندك نوع من doubt مش متأكد منها ما تحط الرفرنس ده، لأنه عادة لما بتحط رفرنس قوي ومن مجلات قوية أنا بدعم شغلك أفضل، حتى لما القارئ لأنه المحكم بحكم بحثك دير بالك بنظر للرفرنس أنت من وين بتجيب الرفرنس تعوتك، هل هي في من مجلات محترمة ولا مش محترمة، هل من أوثرز معروفين ولا لا، كمان هذه كلها لها علاقة في الأمر. وبهذه الطريقة بنقدر نقول أنهينا المحاضرة الثالثة والأخيرة في الشابتر الخامس، ونراكم على خير إن شاء الله في مساقات أخرى بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.